الآن لو تجيبها شيخنا، لأن يمكن ما يتيسر لها أنها تسمع البرنامج كامل، تقول إذا كان عليها العذر الشرعي تقول أنها تلبس تتوضأ ثم تلبس القفازات وتمسك المصحف وتقرأ منه، هل لها ذلك؟ الجواب على هذا، العذر الشرعي هو هي في الواقع يعني متصفة بحدث أكبر، وبناء على هذا فالحدث الأكبر سواء كان نتيجة حيض أو نتيجة نفاس أو نتيجة جماع ونحوه أو نتيجة كذلك احتلام، كل ما أوجب الغسل فهذا يعني أنه لا يجوز لمن اتصف بالحدث الأكبر أن يتلو القرآن، لا من صدره ولا يأخذ المصحف نفسه، لأن على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه شيء من القرآن إلا أن يكون جنبا، وبناء على هذا فالجنب المتصف بالحدث الأكبر لا يجوز له أن يتلو من القرآن شيء حتى يتطهر. والمرأة يعني قد يقال بأنها والله ستطول عليها المدة، وقد يكون يعني لديها حفظ وتنساه ونحو ذلك، ولكن نقول إن شاء الله تعالى إذا تطهرت تعيد ما كانت نسيته أو نحو ذلك. وأما كتاب الله فلا يمكن أن نقارن بينه وبين نسيان الحائض شيء مما كانت تحفظه من كتاب الله. فعلى كل حال فكتاب الله محل تقدير ومحل إجلال ومحل احترام لا يمسه إلا المطهرون، فينبغي لنا أن نعنى بذلك. وهي في الواقع معذورة، وإذا كانت تحب أن تقرأ فإن شاء الله تعالى محبتها هذا الشيء وإرادتها، ولكنها عاجزة عن ذلك بحكم وجود الحدث الأكبر المتصفة به، على كل حال إن شاء الله يأتيها من الأجر ما تريده، ومن ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه.